لكم حكاية، أحكي لكم حكاية. واحد القصة، واحد المرأة زوجت بنتها ومن بعد راح تطلع لها هي وباباها، باباها يشرب في القهوة مع نسيبه وهي دخلت لها الخيامة، قالت لها شوفي الراجل صار له كيسلوم كل يوم ركبي درجة حتى تركبي الفوق فوق راسه ومن بعد ما عنده ما يدير راهو في يدك. باباها سمحها راح للدار وعاود ولا نسيبه قال له شوف بنتي راهي عروسة عندك، إلا حبيت نخليها لك لازم تعطي لها طريحة دق دقها تزرقها كامل وتجيبها لي غدوة الصباح. يا نسيبي ما دارت لي والو عروسة جديدة، قال له شوف واش نفهم، سوا تضربها وتجيبها سوا أنا نجي نديها ديفينيتيفمون. يحب مرتو دموع في عينيه وطاح نفضها كي الهيدورة، خوضي ما تاخدي خوضي ما تاخدي، أعطى لها طريحة زرقها قال غدا إن شاء الله صباح نروحوا عند باباك. هي قالت له خلاص نروحوا كي عاد تضربني نروحوا. راح عند باباها نسيبو فرح بيه الشيخ، مرحبا بيك واش راك ونسيبي انت راجل ومنا ومنين. نط المرأة يماها هذا راجل هذا شتو واش دار في بنتنا زرقها كامل. مانيش نشوف الزروقية، شوف راهي كامل مدقدقة من الفوق لتحت. قال لا لا ما فهمتيش، طلعت السلوم اللي قلتي لها طلعي بدرجة بدرجة طلعت على برا طاحت هذا مكان. الوغ لا ماما الا كومبري درس والطفلة كيف كيف وراحوا لدويرتهم وعيشوا حياتهم. شكرا.